سالو تو الموند، مرحبا جميعا، أهلا وسهلا فيكم بقناتي تعلم اللغات الأجنبية. اليوم رح نكمل سلسلة الفرنسية العامية. اليوم رح نتعرف على مزيد من الكلمات المستخدمة بالفرنسية العامية، كمان نفس الوقت نستخدمها بجمل مفيدة. طب أتمنى منكم إذا كنتوا حابين تتعلموا هاي الكلمات أو حابين تتعلموا المحادثة بالفرنسية، لازم تتعلموا هاي الكلمات، إنه هاي الكلمات هي اللي مستخدمة بالمحادثة. لحتى تفهموا الفرنسيين ولحتى تفهموا الأفلام لازم تكونوا تعرفوا هاي الكلمات. أتمنى إنه عم تعجبكم هذه الفيديوهات أو هذا النوع من الفيديوهات، وإذا عندكم أي تعليق بتمنى منكم تخبروني. اتركوا لي اياه بخانة التعليقات. وهلا خلينا نبدأ. فرنسي فاميليي اي ارغوتيك، اذا الفرنسية العامية او الفرنسية التي تستخدم بالحياة العامية او بالحياة اليومية. خلينا نبدأ. فرنسي فاميليي اي ارغوتيك، اذا الجهة اللي على الشمال كالعادة، الجهة اللي على الشمال هي الفرنسية اللي بنلاقيها بالكتب، وهي الفرنسية اللي بيعلمونا إياها بالجامعات وبالمدارس. الجهة اللي على اليمين هي الفرنسية العامية أو الفرنسية اللي بيستخدموها الفرنسيين بحياتهم اليومية وبالمحادثات، بس ما بتلاقوها بالكتب، فلا تخربطوا تستخدموها بكتاباتكم أو بالكتب. وهلا خلينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ بدي أحكي إنه الفرنسية العامية ما بتقدروا تستخدموها مثلا مع أستاذ جامعة أو حد أو مؤتمرات أو شيء، هاي بس بتستخدم بالحياة اليومية، فبتمنى منكم إنكم ما تخربطوا تستخدموها مع حد، مع أستاذ جامعة أو غيره، بس بين يعني بالحياة اليومية بتستخدم. وهلا خلينا نبدأ. جي في لا فيت تو لو ويكاند، يعني قمت بعمل حفلة. هلا فيت بتيجي بمعنى عيد، حفلة هيك شيء. قمت بعمل حفلة طوال الأسبوع. هلا فيت هون اللي هي بنتعلمها بالكتب والجامعات. الجملة اللي مقابلها جي في لا توف تو لو ويكاند، إذا بدل ما نحكي فات نحكي توف. هلا باللغة الفرنسية في إشي معنى إشي بيعملوه اللي هو عكس الجملة، يعني عكس الأحرف، يعني فات بس بيعكسوا الأحرف، حطوا ت بعدين الأ بعدين الأ بعدين الفام. طبعا الأ مش موجودة بس إنه بيزيدوا أحيانا. فمن الأشياء اللي بيعملوها الفرنسيين بالكلمات أو بيغيروها وبيستخدموها بحياتهم اليومية، اللي هي زي مثل عكس الجملة. هعمل درس خاص عن الكلمات اللي بيعكسوها إن شاء الله. فإذا كنتوا حابين عن جد أعمل، بتمنى إنكم تخبروني بالتعليقات. إذا بدل ما نحكي فات نحكي توف، إذا فات تعني توف اللي هي حفلة، إذا فات توف. ننتقل للجملة اللي بعدها. On va manger، يعني هل سنأكل. On va griller، هون بدل ما نحكي manger نحكي griller، تعني manger اللي هي يأكل أو أكل. في الحياة اليومية تقريبا دائما بيستخدموا griller بالأفلام. هلأ هاي القصص لما تحفظوها بتخليكم كمان تفهموا الشخص المقابل، يعني بتقدروا أنتوا تستخدموا بس مونجي، بس لما الشخص المقابل بيحكي غيّة على الأقل أنتوا تكونوا فاهمين شو قصده. إذا بدل ما نحكي مونجي بنحكي غيّة. الجملة الثالثة ساكوت دي زورو، إذا يعني يكلف أو ثمنه 10 دولارات. هلأ بدل ما نحكي أوغو نشوف الجملة التانية، الجملة المقابلها شو بنستخدم. ساكوت دي بال،
إذن بدل ما نحكي أوروب بيحكوا بال بالحياة اليومية. إذن إذا سمعتوا بال تعرفوا إيش معناتها إنها أوروب. هاي ننتقل للجملة الرابعة. Tu as regardé cette série؟ هل شاهدت هذا المسلسل؟ جملة مقابلها Tu as maté cette série؟ هل شاهدت هذا المسلسل؟ إذا بدل ما يستخدموا regardé بيستخدموا maté. فلهيك إنه ممكن حد يسألك Tu as maté cette série؟ طب بصير تحكي طب إنه شو معنى ماتي؟ ما عمري سمعتها هاي الكلمة. لهيك حابة منكم إنكم تتعرفوا عليهم لحتى إذا حد حكى معكم إنه تفهموا شو قصدهم. أتمنى منكم تركزوا بالأفلام إنه إذا بيستخدموا هاي الكلمات تخبروني تكتبوا لي إياها بالتعليقات. إذا regarder بتعني ماتي يشاهد. الجملة الأخيرة إلى énervé. إلى énervé يعني هو منفعل متوتر بهذا المعنى. في الحياة العامية شو بنحكوا؟ إلى vénère. إذا يعني énervé vénère يعني متوتر منفعل بهذا المعنى. بس مثل ما بنلاحظ كمان vénère إجت هي عكس الأحرف. إذا vénère énervé هي نفس الشيء بس عكسوا الأحرف. مثل ما بنلاحظ هي نفس الأحرف بس انعكست. رح إن شاء الله رح أعمل قائمة فيها الكلمات اللي بتستخدم بالحياة العامية وبيعكسوا فيها الفرنسيين بس الأحرف مثل فات تف إنغبي فينير. إذن إنغبي بتاني فينير. وهلأ خلينا مع بعض نعيد بس الكلمات اللي بس الكلمات اللي تغيرت. فات في الحياة اليومية بيحكوا توف يعني حفل. مانجي في الحياة اليومية بيحكوا غاية يعني يأكل. أغو في الحياة اليومية بيحكوا بال. رغاردي في الحياة اليومية بيحكوا ماتي يعني يشاهد. إنغبي بالحياة اليومية بيحكوا فينير. إذن بتمنى منكم إنكم تحفظوا هاي الكلمات وبتمنى منكم إنه تحاولوا تستخدموها بحياتكم اليومية. جد إذا عم تعجبكم هيك نوع من الفيديوهات بتمنى منكم تخبروني لحتى نكمل هيك سلسلة من الكلمات. وإذا عندكم أي سؤال أو عندكم كلمة جديدة بتمنى منكم تكتبوها بالتعليقات. وإذا عم تعجبكم هيك من نوع من الفيديوهات لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب لحتى أعرف إنها عم تعجبكم. وهيك بكون انتهى درسنا لليوم. إذا ما كنتوا مشتركين بقناتي بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات. إذا عندكم أي تعليق بتمنى منكم تخبروني إياه بخانة التعليقات. وهلا إلى اللقاء. Au revoir.